بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير راح أحكي عن كيفية وضع رقم الصفحة لمرجع في حال الاقتباس منه بشكل حرفي، لأنه إحنا بنعرف عند الاقتباس بشكل حرفي مثل ما هذه الحالة إحنا بياخذين تعريف من العطري و حجيلي 2019، بياخذين منه هذا التعريف بشكل حرفي لأنه احنا حاطينه بين نوتيشن. ده بنلاحظ هاي العلامة الأولى وهي العلامة الثانية. في هذه الحالة لازم نحط رقم الصفحة. نفرض إنه احنا جايبين هذا التعريف كما هو من صفحة مثلا رقم 100، كيف احنا ممكن نحط الصفحة؟ بنيجي على المرجع اللي موجود على، طبعا أنا بدخله من خلال الوورد ريفرنسز وانسيرت سايتيشن. فأنا باجي هنا بختار edit citation، فبتجيني هنا البيجز فبحط 100. اوكي، لاحظ انه اضاف لي ايش المية بهذا الشكل. الان ممكن الشخص بدوش يعني يبين صفحة، بده يعني يبين بس رقم، يعني حسب الستايل اللي انت بتختاره. فانت بتيجي هنا بتختار الستايل اللي انت بدك اياه. يعني هنا مختارين ABA، لو اخترنا شيكاغو خلينا نشوف كيف راح يكون شكله. ممكن يكون نفس الاشي او ممكن يكون مختلف. خلينا نشوف. بنلاحظ انه، لاحظوا شيكاغو ما بحطش صفحة، بحط خلص رقم الصفحة بعد السنة مباشرة، معروف. لو احنا اخترنا شيء اخر طبعا بعطينا يعني شكل وطريقة اخرى، يعني كل ستايل له يعني طريقته. وهيك يعني احنا بنكون يعني عرفنا نحط الصفحة للمرجع. أرجو أن يكون واضح للجميع، والسلام عليكم.